جريت طلع مع سلفة يحلبوا الحلال، فوت يا بغضيان. عشتي، ما دام انه جريد مهوهان اجي اتعلل بعدين. تقهوى، القهوة عندك بدلة. يا ليتها عمار ان شاء الله. اقول يا صافي. نعم يا عبد. هل هني العين برثن؟ هل هني تريحين عقب هالمشوار؟ يلا حيوبا ارواح. اقعدي يوبا اقعدي، ودي اسولف معك. مرعى طيب ورفاهية، الله يبعد المرض عن حلالنا. أقول يبا، ليه ما علمتيني بسالفة الغدير؟ الغدير؟ سالفة إيش يا أبوي؟ منزلنا الأول، وش الرجال اللي شلتي له حجر؟ أنا سمعت إن الرعيان. غريب ما أعرفه، تعرض غضيان ولد فضيل، تكامشوا، حسيت إنه وده يبطح غضيان. إيه، وبعدين؟ فار دمي، خفت من المعرة على ولد فضيل، رميت إيدي بالأرض ونويت له. كنت خليتيه يفتح الغضيان وبعدين فكتيه منه. اللي قهرني إنه غضيان قام يتمرجل بعديها، وده يضرب ويذبح ويصلخ. أقل فعايله، أقل فعايله. علامك انت؟ ها؟ لا لا، ما علامني شيء. ليه تجحرني بعيونك؟ الزين ينشاف. يعدمني اياك يا ناوي. ول؟ ليه؟ صار لك عمر وانت عايش مع سليم بالبيت، والحين فطنت انه لالا مزيونه؟ ودك الصحيح؟ وخرت يا نزال، مهم بين حبة ملح وذابت دربة تودي ما تجيب إن شاء الله. أنت كل مشوارك تدور على نزال؟ إي، ودي أتوكد منه، ودي أعرف وين يروح. لويش؟ غيبته تخوف يا ناوي، تخوف. تخوف؟ إيه تخوف. نزال ساكتنا على غش، وترى مو قليل. ويشده يسوي يا ابن الحلال ما دام انه طبشنا ضلوعه وهو يصيح مثل الحرمه؟ الخوف مو منه، الخوف من اللي وراه. من اللي وراه؟ انا خايف انه يدخل على حد هالشيوخ ويجيب لي بلوه مثل عيد اللي ظل يدور علي لما خذ حق ربيحان مني. بهذه معك حق. والرايه الحين؟ ودنا نحضر حالنا للافيات، ما يندرى وش يصير معانا. لو انكم قعدتوه ببيته وما خليتوه يطلع منه كان حطيناه قدام عيوننا وتريحنا منه. ان شاء الله انه عيد. الله يجيبه بحال السلامة. لله، بس هذه ما هي فرسنا. اي بالله. يا هلا يا هلا ورحب والله. يلا حي الضيف، حي نباك، حول يا ضيف الرحمن. قوك يا رجل. يا هلا قوي، كيف انت؟ الله يسلمك، حياك الله. حيا ودود. عنك عنك. اقول انا ببيت عيد بن مفلح. وصلت وصلت يا حياك الله، من ممشاك الملفاك. تفضل يا ضيف الرحمن، فوت على البيت. حي نباك.
الله حي الضيف. حي نباك. تقهو. عشت. قلبتي دماغ غضيان يا بنيتي وخليتيه يتعلق بيك من اول لابو جديد. كان خليت عيد يرفش ببطنه على الغدير وخلصنا. عيد كلمني حين ما مر من جنبي وانا خفت من كلام غضيان والرعيان اللي كانوا على الغدير، ولهذا شلت الحجر بيدي. زين اللي سويتيه يا بنيتي، انا ما خاف عليك، لكن عمك فضيل في براسه سالفه وانا خايفه منها. سالفه؟ ايه. سالفه ايش؟ يلا على خير. روحون على خير. مع السلامه. مع السلامه. امان الله. يلا اقول يا جريد يا ولد عمي. يا خير يا اخوي، انا من زمان ودي اسولف معك سالفه هيك. سالفه خير ان شاء الله. ودي سالفه لغضيان. سالفه لغضيان؟ غضيان ولدك؟ غضيان ولدي. هو انا عندي عيال غيره؟ يا ابو غضيان، البنت بنتك والولد ولدك، وانت تمون على رقبه. الله يبارك بيك ويطول عمرك. اقول وش حال الحلال؟ ان شاء الله خف عنه المرض مع مرعاه الجديد. الغنم والمرعى؟ انا بيش اسولف معك؟ نسولف بكل شيء، بس الله يهداك يا ابو غضيان، الروح ما تنغصب. وانت ولدك ارسلت اخت مغيظه شاورت صلفه، وصلفه مودها غضيان، وحرمتك سمعت الجواب. اي انا سمعت من مغيظه، بس يعني قلت بلشي انت ورخيه اقنعتوا صلفه، وبلشي صلفه بعد راجعت حالها يعني. يصير خير ان شاء الله، يصير خير. الحذر واجب يا ناوي، ما لازم نظل قاعدين هان لما نزال يبلان بواحد ما نقدر له هو وربعه. شلون يعني؟ ودك ايانا نرحل؟ اي نغير منزلنا، نبعد من هان لما نشوف وشي حال نزال. انا عندي راي يا اخوي. صحيح، ما سمعنا راي هلالة. أقولكم تطلعوا الاثنين بالحلال وتعذبوا بيه وتبيتوهم مرعى بعيد، وأنا ظني هان والدراهم عندي. الدراهم؟ لا ناخذهن معنا. لا خيوه، الدراهم دراهمي وظلن مخباتي. دراهمك من وين؟ من اللي جوزك نزال وخلاش تنهى بنص رزقته إذا ما هي كلها؟ اسم الله عليك يا ولد أمي وأبوي، لولاي أنا ما تقدروا تاخذوا صوفه من نزال. احنا هالحين ودنا نتعاتب ونتقاسم، ولا ودنا نشوف راينا بغيبة نزال؟ صار لكم وقت وانتقسموا بينكم، هذا لك وهذا لي، وانا ساكتة ودي اعرف حقي من الحين. انت ودش تطلعي لحالك يا هلالة؟ لا يا اخوي، هذه حال الدنيا، يجوز بكرة تتجوز وعقلي ما يجي على عقل حرمتك. هلالة معها حق يا سليم، بلكنها بكرة لقت نصيبها او تجوزت. قولتك يا ناوي. ناوي سد حلقك. سد حلقي؟ تغلط علي يا سليم؟ ما يخصك باللي بيني وبين اختي. ما يخصني؟ صحيح ما يخصني. تعال جاي. وين رايح بالبروده انت؟ وداخل حلالي وهج عنك. حلالك؟ تعال جاي، وين رايح؟ ناوي. الله لا يعطيك عافيه. قهو. عشت. يا ميت اهلا وسهلا. ان شاء الله دائما. صحة وعافية. اقول يا طويل العمر، عيد وينه؟ عيد الله يسلمه، وين؟ قريب. يجي ان شاء الله ما يطول. ان شاء الله ان شاء الله. وين كنت يبا؟
تعللت عندها الجريد. انت يا اخويا لواش مخلى الحلال ولا في ها؟ الحلال هاجع مع اللي ايش اسمه هذا؟ اي مع حلال سالم، اي مع حلال سالم، وجيت اكل لي لقمه. الا وش تعليلتك مع عم جريد؟ ما تعللت معه شيء، لد علي. اتعشى واطلع نام عند الشياه. أخس يا ناوي، ودك تمشي وتتركني؟ من هو اللي وده يخلي الثاني لا فوقه ولا تحته ها؟ يا حيف عليك يا ولد عمي، يا حيف. وأنا أقول ناوي ذراع اليمين. هذا الحكي ما يطعم خبز ولا يسقي مية ها؟ جيع عن دربي، جيع، خلينا ندور لي بلاد أعيش بيها. وإذا صادفك نزال وأنت من حالك؟ نزال ما يتحمل مني لو يتيد. وإذا معه ناس؟ ها؟ اقدمي للمي يا بنت العم، ترى الحلال ما رضيت ورده للحين حتى ما اعكرها لك. ما قصرت يا غضيان. منزلنا الجديد يا بنت العم. زين. لا عاد ان شاء الله اشوف انا وياك على وجه الخير. غضيان، ودك البنات يقضبن سيرتي بالعرب؟ ما عاش اللي يلوي لسانه عليك بكلمه. لا عاد ابعد عني غاد. الغدير مليان ورادين. روح انت حلالك روح. اي، هو انا غلط. غلط؟ غلط كل الغلط. يرضيك واحد يسولف معي على غدير الميه؟ لا ما يرضيني. ما انت خابره وصار على الغدير اللي رحلنا عنه؟ سويت الهوايل. تدري؟ لولا الرعيان احجزوني ولا كان ذاك النهار بطحت في وسط الغدير ومليت اسمع تراب. يلا يلا يا بنات توخرني. ما اعجبك هرجي يا صلفه؟ فوت فوت، لا تقل عقلك. انا عقلي قليل. اقعد نحكي بالبيت بلاش اللي حوالين يسمعونا. اقعد اقعد. سخنا القهوه يا هلاله. ترى انا لولا هلاله بنت عمي ما رجعت معك. حصدتك هلاله ماكوله مذمومه. معاش اللي ذمك يا بنت عمي، بس لو هذا اسليم اقدر مواقف رجال. اسمع يا ناوي، حنا مالنا غنوه عن بعضنا، تقنع ولا لا؟ قول لحالك، ما تقول لي. انت بس قول لي وش اللي ودك اياه. ما ودي شيء، حلال معلف ومعروف، بس يعني
لو تعلموني عن حصتي بالدراهم. دراهم ايش؟ ما ودي اخذهن، خلهن مسرورات يلي عندك، وخل الحلال سوى يمرح ويسرح. بس لا يظل هذا يكخ بي بين يوم والثاني. انا كخ بيك يا ولد عمي، انا كخ بيك، لا انا قاعد الهله بيك مثل ما الهله العيل صغير. بدينا نغلط من جديد. خلاص خلاص اقعد اقعد، سكتنا خلاص. خلينا بسالفتنا الاولانيه. نزال ما غيره. اسمع يا ولد عمي، ها تطلع ترود لنا منزل جديد وبيه مرعى طيب وحواليه ميه، خلينا نرحل عليه قبل ما يعود علينا نزال ببلوه ما نقدر لها عقب ما رحل عنا. ليه انت ما تروح وانا ظل مع الحلال؟ وش تسوانا بوسط الناس اللي حوالينا؟ كيف؟ ودك تظلي مع الحلال وتيجي تقعد عندي بالبيت وانا حرمه لحالي؟ لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا ما قصدت هذا. لا عاد تطلع ترود لنا. ليه ابوي ما جمعك؟ ابوك ظل مع الضيف. طيب من هو الضيف؟ رجال إله حاجة بيك. حاجة؟ حاجة ايش؟ ما قال، تشوفه وتسمعه انت علامك ولا شيء. متغير يا عيد، متغير كثير. انت وين غيبتك كل هالوقت؟ رحت مشوار. مشوار ايش اللي تغيب بيه كل هالغيبه؟ مشوار وخلص. لا لا يا ولادي، انا امك، اذا ما قلت لي لمن تقول؟ صدقيني ما في شيء. على كل حال تسولف لي بعد محل بشياح. قوى الضيف. قويت. يلا انت حيو. حي نباك. عشت وشفتك يا عيد. تعيش هني يا ضيف الرحمن. ارتاح يا ضيف الرحمن، ارتاح. ارخص لي يا ضيف الرحمن.
جيت، اهلا وسهلا. يديم مهلتك. توكل على الله، اشرب قهوتك واللي اقدر عليه ما وفره عنك. يا شين يا مفلح، عيد احواله متغيره. وشلون؟ خاطره متكدر، ما هو مثل ما مشى من عندنا. خليها الحين يسولف مع الضيف عن حاجته، وبعدين اسولف معه. ترى اذا ما كف حاله عني اعلم ابوي. لا يا صلفه، بلاش ابوك يتهاوش معه ومع ابوه، وتصير ما هي زينه بينهم. غضيان بارد وجه يمه، ولسانه طويل وما يقدر الناس. ادري عنه هدري، هسا انت ودك تعلميني عن غضيان؟ كان مطلع روح طرفه الله يرحمها. يمه غضيان يقف مع الغدير ويسالف قدام الرعيان والورادات، ترى مره ثانيه اشيل له حجر واثرم سنونه بيها. عوافي، من اللي ودك تفقميه يا صلفه؟ ها ولد جوزك يا عمه، يا يكف حاله عني يا سوي له رقصه بوسط العرب. بس يا بنت، وجع يقص لسانك. فوتي جايه مغيضه. عاد اللي شروات يا بنت اخي، عاقله وصبوره. اويلاه يا عمه، مرمر الصبر باسمي. رخيه يا رخيه يا عونك. خيتي مغيضة هان، وين فضيل؟ صار له يومين ما لفل القهوة. يجوز انه انشغل بالحلال، اشياحنا للحين بيهن تالي مرض. قولي غير هذا يا خيتي، كلنا عندنا اشياح بيها تالي مرض. يا اخوي فضيل ولد عمك، اسألوا بينك وبينه. الجيزة قسمة ونصيب، ما يهوش بالعصا، وصلفة ما ودها غضيان، وحنا ما نغصبها. وحنا يا حبيبتي ما ودنا بنتكم، في 100 بنت بالعرب يتجوزن ولدنا اذا طلبناهن. الله ييسر له ويوفقه يا عمه. بس يا بنت عاد، تعالي يا خيتي مغيضه، تعالي اشربي عندي قهوه. لا يا اخوي، اذا في طرف زعل بينك وبين فضيل، انا ما اشرب قهوتك الا لما ترضيه. فضيل ما نتحمل زعله، ولو انه اعطى بينا حنا ما نعطي بيه. عشت ولدي. حياك الله يبا. دائما ان شاء الله. صحة وهنا. يا هلا يا هلا بيك. يلا حيو. وبمحيي. ومن هو القاضي اللي قطع الحق لكم؟ ما قضيتهم يا عيد، درتنا بعيدة وما لقيت اللي يسوقهم اللي على القاضي. عجيب، بني عمك وانت كبيرهم وساووا بيك هيج؟ محيلين يا طويل العمر، محيلين، واخلاقهم ما تنطاق. وايش رايك اسوق لك اياهم على حدا من القضاة القريبين منا؟ هذه حقها مبين يا وليدي، ما هي بحاجة القضوات. يا عيد، أنا جيت لك على سمعتك بين الناس. أنا دخيل على الله ثم عليك. أنا ودي حقي من الظلام وبس. يلا أنت حيك، السهل قدامك والوعر وراك. ها شلون المية هناك؟ المية واجد، بس إذا ما رودها حدا قبلنا ونزل عليها من باكر نرحل عليها. هلالة سوي لي عشاء. إهلالة مهي هان، راحت يم بيت مروح، حرمته مريضة ودها تزوره، والحين تجي وتعشيك. مدام إهلالة غايبة ودي أسولف معك سالفة، بس لا تزعل علي. سالفة؟ أزعل عليك؟ خير، وش فيه؟ الصحيح إهلالة فطنتني على شيء قبل مرود المية. فطنتك؟ عن إيش فطنتك؟ عن الدراهم؟ لا، اسمعني يا سليم، أنا محرم على هلالة واروح وجع البيت وانام هان. وش بيها؟ انت ولد عمنا. صحيح، بس انا يا اخوي
وده تتجوز هلالة، ومن الحين أطلبك إياها. هلالة بنت عمك. أبس عاد بشيش احكي معها، وما ظنيت إنها تقول لا. إيه صحيح، أبس عاد هلالة كانت متجوزة نزال، ومثل ما أنت عارف يا ولد عمي نزال دفع بيها مهر كثير. مهر؟ يعني سياق؟ هل عاد شلون يا ولد عمي؟ ودك تسوق سياق لاختي انعاشتين من انعاج نزال اللي خذيتهن؟ ايش حلال نزال اللي تقول عنه؟ ما حنا تقاسمنا وكل واحد عرف حصته. رجع يقول لي تقاسمنا، رجع يقول لي انه الحلال كله له. يا ناوي ما هذا قصدي يا ولد عمي. ولا ويش قصدك؟ ويش قصدك ها؟ ان طول عمرك اعوج وتميل علي. انا ما ميل عليك، بس انت طول عمرك بطنك وسيع واجرب. انا بطني اجرب؟ علامكم، عليه صوتكم طالع. يا هلاله يا بنت عمي تتجوزيني؟ هلاله مالها كلام، تطلبها مني انا بعدين لا تشاورها قدامي. اذا جيستي على ايدك بطلت اتجوز. وين رايح بهالليل؟ والدهج والدمشي من البلاد اللي انت بيها. ناوي يا اخي خلك للصبح، انت جاي تعبان من مشوار بعيد، خلك. واللي رافق سليم يشوف الراحة. ما ودي حاشيك الحين، ما ودي حاشيك. خلنا اجيب لكم العشاء. جاك عزام يعزمك على القهوة. شفته وسمعته بعد. الحقيني يا العصر، خلينا نحلب الحلال. ابو غضيان هلا هلا غزوة، هلا هلا حبيبتي. شلونك يا عمه؟ الحمد لله. فوتي هالساعه جيت. فوتي مزيون يا لطيف. انا ما تهزر، انت تعادل عندي كل مزيون على وجه الدنيا. ادري انه جريد ارسل يعزمني على القهوه وما ودي اروح. انت ودك تلاحقه على شيء ما هو بيده؟ والله عادي ذنه ما يمون على بنته. ولا يمون علي انا بهيج سالفه. انت تفكر انه ما شاورني حينجوزني لك؟ انا قلت له يشاورك، قلت له ما اخذ مغيظه الا على رضاها. الله عليك يا ابو غضيان، تقصد وترد لحالك. شلون؟ هذا انت تقول ما اخذ مغيظه من دون رضاها. اللي ترضاه لروحك ما ترضاه لولدك. ترى انت دائما تغلبيني. الحرمة ما تغلب إلا الكريم. أنا مدري شلون نزال دشرك، بس خلنا بسالفتنا، روح تقهوى عند ولد عمك. أنتي ما تقولي لي بس وشدي أساوي بغضيان أبو عقلين. ما عليك، غضيان علي أنا، روح تقهوى عند جريد. زين إذا ما جاني من هال المساء أروح أتعلل عنده. يجيك هان. وش حزرك؟ انتم عيال عم وتعرفوا حالكم. هالمرة انا اللي غلبتك ها؟ هلا هلا بيك، وجيره ما تصبيها وانت واقفه. انت الواجب يا بنت اخي، ما اسمك الا عوانة. ايه بشري. بشري بس سعد رحل معي شوال صوف ودي اغزله، وقلت لحالي ما في حدا يعاوني عليه غيرك انت. شوال؟ اي تعاونيني عليه جمعه زمان، وانا قلت لمك. وش قلتي؟ ان شاء الله. موسيقى
دربك يا مخضرة. الله يبارك فيك يا ابو عيد ويطول عمرك. يلا يمه. عسى الله يبعد الهم عنك يا ولادي. برضاك ورضا والدي. وانت طالع من هان انت وضيفك، مر على الراعي قل له يستفل العصر بالروض حتى الحق انا وابوك نحلب الغنم. صار يمه ان شاء الله. يا ولادي يا عيد، انت للحين ما علمتني انت وامك ليش متكدر برجعتك. متكدر؟ يبا كنت تعبان من المشوار. بس تعب المشوار هين يا ولدي، التعب يروح ويجي. عسى الله يبعد عنك تعب القلب يا ولادي، لا توخر علينا يا يمه. ان شاء الله يمه ان شاء الله. توكلنا على الله. والنعم بالله. دربك مسهل ان شاء الله. عسى الله يسهل لك كل وعر يا ابو عيد. يلا. خلي عنك، انا اركب الحالي يا ولدي. يصير عاد، انت واجبك كبير. الله يكبر واجبك يا ولدي. عشت. مكثور الخير يا ابو عيد. نسلم عليك. مع السلامة وجيرت الله. بخاطرك يبا. مع السلامة يا ولدي، دربك مخضرة ان شاء الله. هذا حلالي اللي ينسرق. هو هذا اللي وده يطلع لي حقي من ناوي وسليم. يا هم لالي، حاميها حراميها. أقول يا هلالة لا تطلب شيء، ترى روحي طقتها. أنا ما ودي أطلب شيء يتعبك، ودي أطلب شيء تسويه وانتي قاعدة مرتاحة. ما تجوزنا ولو ما ظل رجال بالدنيا. الله أكبر عليك، شلون عرفتي اني ودي أشاورك تتجوزيه؟ أخوي سليم وأنا أعرفك. هلالة، بعد نزالة تجوز ناوي؟ ناوي ما هو مثل نزال، ناوي ولد عمك وهو ولد ناس بيك. بعدين يا أختي، ودنا نلملم حالنا ومالنا ورزقتنا. هذا اللي براسك؟ خايف ناوي ياخذ حصته ويمشي؟ اسمعيني جاي، اسمعيني وش بدي اقول لك. صرت واصل؟ سوي له زاد وداريه. اكفي شرك يا رجل. من هو اللي يكفي الثاني شره؟ طيح عن سرجها. لا يا ابن الحلال، لا، انا ما ظل لي رزقه غير هالفرس، ودك اياها؟ قلت لك حول. ايه احول. ونوخوا البعير بنص الدرب.
ولملموا الغرضان اللي وقعن وشالوهن عليه. وتوخروا عن الرحيل؟ ما توخروا، عاونهم جريد ولافي ولحقونا براس الحزم. هلا غضيان. على العافية يا خالتي. بس خالتك؟ سلم على غزوة، سلم عليها، جاتني عوانة من أول النهار. مرحبا يا غزوة. هلا غضيان، كيف حالك؟ الله يسلم حالك. خليت أبوك مع الحلال؟ اي 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 تاكل هان ولا عند الحلال؟ ابوي يقول لك جدد القهوة قبل الغروب. اي قول لابوك القهوة جديدة ما حدا شرب منها. يجوز يجي عندنا ناس بالتعليلة. اي الخير بوجهك ووجه ابوك. عليش تلد؟ ها؟ لله لله يا خالتي. قولي لي يا خالتي، من هي ضيفتك؟ انت ما انت عارفها؟ لله ما عارفها. هذه غزوة بنت رميح. بنت رميح؟ اي الله اكبر عليك يا غزوة. عليش فوق ما جيت اعاون خالتك؟ هذيك المرة وانت عيلة تركضين ورا البهم صرتي كبرانة؟ هو العيل ما يكبر. امشي على ابوك عند الحلال امشي. اي اي والله يا بنت رميح